اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وحبايبي، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله أنا هكلم عن فيديو هو رد عن طلب من أحد حبايبنا المتابعين. طلب مننا، قال لي اعمل لي دراسة جدوى عن ميت ديك رومي، يتكلفوا كام والمكان وتكلفتهم والتسويق والكلام. فانا معذرة بقى، احنا الساعة 1:30 بالليل، ف على ما كتبت له الموضوع. فان شاء الله يا جماعة احنا هنقول على السريع، لو جبنا ان شاء الله 100 كتكوت رومي عمر شهر، بيكون سعره بنتكلم في المضمون 150 جنيه، بنتكلم في المضمون. طبعا انا الوقت الحمد لله ربنا يزيد ويبارك ليا متابعين وحبايب على الواتس معايا اللي بيكلموني، طبعا يعرفوا الموضوع ده. بنقعد نتكلم ممكن للساعة 2 و3 بالليل، والناس بتتصل وما تزعلش او بنقلقك او كذا. انا بقول لهم انا سعيد بالكلام ده، واللي له اي استفسار انا تحت امر حضراتكم. وطبعا كل اللي اتصل عليا يعرف الموضوع ده. فاللي بيطلب مني طلب انا بحاول بقدر الامكان ربنا المستعان ان احنا ننفذه او نلبيه، بحيث يمكن ربنا ينفع بالموضوع ده. يعني اللي بنقول يا جماعة، في ناس بتطلب بقى تتصل وتقول انا جبت الفرخ عمر كذا او جبته اقل من 150 من فلان الفلاني، لكن والله بقى منه لله وطلع الفرخ مثلا وزنه كذا او تعبان او المهم. خلينا بنتكلم في الفرخ المضمون. انا بقول الفرخ عندي ان شاء الله مستورد عمر شهر، ممكن بيكون من كيلو، كيلو 200، كيلو 400، انت يعني حسب تساهيل ربنا، ممكن يجي كيلو ونص، ممكن يطلع كيلو 700، ممكن يطلع كيلو بالظبط. ما بتكلمش في الميزان، انا كل اللي يلزمني في الموضوع ان هو يكون تم الشهر، بحيث يكون خد الـ4 تحصينات بتوعه. ده اهم حاجة عندي. بنتكلم النهاردة ان شاء الله، بنقول ان الميت فرخ هنشتري الفرخ بـ150 جنيه، يبقى الميت فرخ في 150 جنيه بـ15,000 جنيه. بنقول الميت فرخ هياكلهم، كل فرخة هياكل 50 كيلو علف، يعني 50 كيلو علف يعني 5 طن في الميت فرخ، والطن بـ6,200 جنيه، يعني بحوالي الكيلو بحوالي جملة 6 جنيه وريال. يبقى بنقول 6,200 في 5 طن بـ31,000 جنيه، يبقى سعر الشراء 15,000، سعر العليقة العلف 31,000 جنيه. النشارة بنقول الميت فرخ يتحطم من 75 متر إلى 100 متر، من 75 إلى 100 متر، يعني شقة مثلا 3 أوض كبار وصالة أو 4 أوض. هنقول إن كل أسبوع هنفرش او هنفرد 3 شكار نشارة في الاسبوع، يبقى الشهر 12 شكارة عليه، 12 شكارة نشارة، يعني يبقى في الـ3 شهور، لان طبعا الدورة اللي هنعملها لمدة 3 شهور، يبقى الـ12 شكارة في الـ3 شهور بيعملوا 36 شكارة نشارة. الشكارة بيبقى فيها متوسط من 10 لـ12 كيلو نشارة، يبقى بكام؟ بـ432 كيلو نشارة. سعر الطن يا جماعة 2500، يبقى الـ432 في 2.5 جنيه اللي هو سعر الكيلو، يبقوا بـ1080 جنيه. 1080 جنيه نشارة، هنقول 1100. عندي تحصين، التحصين ده ممكن شوية فيتامينات على شوية أملاح معدنية على شوية زنك، هد شوية رافع مناعة طول الدورة، بنتكلم في 300 جنيه. ما مش حابب ادي الحاجات اللي هي البيطرية خالص، ممكن هدي ليمون، هدي شاي، هدي شيح، هدي بقدونس. بقول هدي بقدونس، هدي كركم، هدي كركديه، احنا طبعا اتكلمنا في موضوع الاعشاب ده كتير. هدي ثوم، بصل، حلبة، نعناع، قرنفل، كركديه، كركم، زنجبيل، حاجات كتير يا جماعة طبعا اتكلمنا فيها. فاحنا بنتكلم ان لو هنجيب شوية الاعشاب دول هنقول 300 جنيه. يبقى يا اما بيطري يا اما اعشاب بال300 جنيه، خليناهم 400 جنيه عشان الحسبه تطلع مظبوط. في النهايه هيبقى معانا سعر الفراخ الميت فرخ ب1000 ب15000 جنيه، سعر النشاره ب1100،
العليقة ب 31,000، التحصين ب 400 جنيه، الإجمالي عندنا هيبقى 47,500. 47,500 على 100 فرخ، يبقى الفرخ واقف علينا ب 475 جنيه. 475 جنيه. ان شاء الله الدورة عندنا قلنا هتبقى 3 شهور، بعد ال 3 شهور متوقع بإذن الله، ده طبعا من مش كلامي انا لوحدي، طبعا ناس كتير بنتابع معاها، بتتصل عليا طول الدورة، اعمل ايه، قد ايه الفرخ مثلا حصل له كذا، وبعد ما بيخلص وربنا بيرضيه وبيبيع بقول له ابعت لي الاوزان بالاعمار، فبعت لي مثلا جدول، فمن خلال الجداول ده هي بنقول ان الفرخ بعد ال 3 شهور بيكون مثلا متوسط من 19 الى 24، 24 كيلو، من 19 ل 24 كيلو، يبقى المتوسط بتاعهم لقيناه 21 كيلو ونص، يبقى متوسط الفرخ 21 كيلو ونص. الميت فرخة عندي، الميت ديك رومي، ممكن الاقي فيهم عدد 19، 20، 21، 22، 23، 24، المتوسط يا جماعة قلنا 21 ونص. جينا بقى موضوع ده، خلصنا كده التكلفة الإجمالية، واحنا قلنا ان هي 475 جنيه للفرخ و 47,500 الإجمالي بتاع السعر. طيب نيجي بقى موضوع هنبيع النهاردة ان شاء الله، عايزين نعرف كسبنا ولا خسرنا. انا عندي قلنا متوسط وزن الديك 21 كيلو ونص، هنضربه النهاردة في البورصة ب 30 جنيه مرة، ب 33 جنيه مرة. هي البورصة كانت من حوالي 10 ايام كانت ب 36 جنيه الكيلو وب 37 جنيه النهاردة، نظرا لموضوع فيروس كورونا، ربنا يعدي الموضوع على خير يا رب، نسأل الله العفو والصحة للجميع يا رب والمعافاة. فطبعا الحياة تعتبر واقفة، العربيات التجار خايفين يتحركوا من أماكنهم نظرا خايفين من العدوى وخايفين من حظر التجوال، إن مثلا يجي يسافر من مدينة لمدينة أو من محافظة لمحافظة، يدخل عليه الليل أو الساعة 5 وفي حظر التجوال، فالناس يعني ايه نايمين في بيوتهم او قاعدين في بيوتهم، محدش بيتحرك، فطبعا الطلب بيقل، المعروض الناس اللي عندها عايزه تبيع، فالسعر نزل النهارده يا جماعه، للاسف في ناس بتشيل على 33 وناس بتشيل على 30 جنيه. انا بكلمكم النهارده صباحيه الخميس 26 ان شاء الله 26/3، السعر الكيلو وصل 33، ناس بتشيل 32، ناس بتشيل على 30 جنيه. فانا عامل طبعا القطاعي معروف ان هو ثابت على سعر ال 50 جنيه، انا عامل بقى الاحصائيه بتاعتنا او دراسه الجدوى، لو ان احنا بعنا مره على ادنى الاسعار واقلها اللي هي الكيلو ب 30 جنيه، لو بعنا على 33، لو بعنا على 36، لو بعنا القطاع اللي عندنا كله قطاعي على 50 جنيه، فلو قلنا 21 كيلو ونص في 30 جنيه، وده ادنى الاسعار، يبقى الفرخ يا جماعة اتباع ب 600، ب 645 جنيه، هو اتكلف 475، يبقى في الفرخ الواحد مكسب 170 جنيه. 170 في الميت ديك عندنا او الميت فرخ عندنا يكسبوا اجمالي ان شاء الله 17,000 جنيه. طيب بالنسبة للسعر التاني، لو بعنا الفرخ على الكيلو 33 جنيه، 21 كيلو ونص في 33 جنيه، يدلنا 709 ونص، 709 ونص في المية، يعني ب 70,000 جنيه. السعر التالت عندنا، لو بعنا على 36 جنيه في 21 كيلو ونص، يبقى ب 774 جنيه في المية، يبقوا بكام؟ ب 77,400. حضرتك بقى يعني اطرح اللي هو 47,500 من 77,400، يعني مثلا عندنا 30 إلا 100، يعني 29,900 جنيه مكسب. السعر الأخير معانا، لو احنا بعنا على 50 جنيه، أنا قدرت مثلا لو المية اللي عندي ده هم عرفت أوزعهم على فرارجية، عرفت أبيعهم للأهالي، عرفت مثلا أدبحهم وأبيعهم مطاعم، فأنا هضرب إن الفرخ
الكيلو ب50 جنيه، في 21 كيلو الفرخ يبقى عامل الديك الواحد او الفرخ الواحد عامل 1075، في 100 فرخ يعملوا 107500. 107500 يعني الفرخ عامل 1075 جنيه ناقص 475 جنيه التكلفة، الفرخ يكسب 600 جنيه. يبقى أقل ربح هيبقى 170 جنيه في الفرخ، وأعلى هامش ربح هيبقى 600 جنيه في الفرخ. لو ضربنا دي في عدد القطع اللي عندنا اللي هما 100، أقل هامش ربح إن شاء الله الموضوع يعدي معانا على خير، يوصل 17,000 جنيه في نهاية الدورة. ولو أنا قدرت أبيع الطاع كله أكسب في الدورة إن شاء الله 60,000 جنيه. محدش يقول لي يا جماعة طب أنا هبيع إزاي 100 فرخ على إيدي وقطاعي، أنا جبت لحضراتكم أعلى سعر وأقل سعر. يا سيدي أنا ما قلتلكش بيع كله قطاعي، وما قلتلكش بيع كله، يعني بلاش تشاؤم ونقول إنك أنت لما تيجي تبيع هيبقى بسعر 30 جنيه، لا، ما يمكن يكون ربنا كريم والبورصة 38 39 أو 40، يعني ليه هنقول إن هو السعر 30 وما هوش 50؟ فسيبها على الله، ودي طبعا أرزاق، وأنا معرفش وقت ما أجي أبيع هيكون السوق شكله إيه، ولكن إنه خير وربنا المستعان. أنا بس عشان ما حدش يبقى نايم زعلان مني، أنا قلت إيه أرد على حبيبنا اللي طلب ان انا اعمل له دراسة الجدوى. حد تاني بيسأل اعرف ازاي الذكر من الانثى في الرومي، حد بيسأل اعمل لنا مقايسة على او دراسة جدوى على تربية السمان، كل ده ان شاء الله هنبقى نرد عليه في الفيديوهات الجاية. بتمنى انكم تفعلوا زر الجرس الاشتراك، الحمد لله الناس يعني متفاعلة في القناة وكومنتات وكل حاجة، لكن انا بكلم الناس تفعل زر الجرس علشان ان شاء الله يوصل لحضراتكم كل جديد في الفيديوهات أول بأول. وربنا ما يخسرش حد يا رب، وربنا يعافي الجميع ويعدي الغمة دي على خير يا رب، ونسأل الله العفو والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.